الفل، معاكم عماد من قناة تفيدك. اهلا وسهلا بيكم وبكل الناس اللي بتتابع القناة. النهاردة رجعت لكم بعد ما سيرفر ادوات تفيدك رجع تاني وقدرنا نشغله. بكل بساطة كل اللي حصل هجوم كبير على الادوات كلها اللي موجودة عندنا، وللأسف قدروا يوقفوا الموقع وقدروا يعملوا مشكلة كبيرة في الموقع، وكان الحل اني نقلت لاستضافة تاني اقوى بكتير، وطبعا ده يبان في سرعة الاداء اللي بقت موجودة دلوقتي. للأسف في ناس كتير مش عاجبها اللي انا بعمله، ولكن بكل بساطة الكلام ده كله مش هيفرق معايا، ولو فضل الهجوم مستمر انا اقدر اعمل ادوات دي اوفلاين خالص وينفع تشتغل من غير نت، ولكن الحمد لله الاداة دلوقتي محمية جدا. بكل بساطة في اداة صغيرة، طبعا اكون سايب لك الرابط بتاعها تحت الفيديو ده، اقل من 1 ميجا، هي المسؤولة عن تنزيل الاداة ان كان الاصدار كامل او لو انت حابب تنزل التحديث. بكل بساطة اكون سايب لك الملف، هتفك الضغط عنه هيظهر معانا المجلد بالشكل ده، وزي ما احنا شايفين موجود معانا اداة صغيرة بالشكل ده. هنبدأ نشغل الاداة الجديدة اللي موجودة معانا. بكل بساطة هيبدأ يظهر معانا الشكل ده، وزي ما احنا شايفين الواجهة بسيطة جدا، كل اللي فيها موجود اختيارين، انت عايز تحديث لو ضغطت على الاختيار ده هتبدأ تظهر معانا الرسالة دي زي ما هو واضح من اسمها ان هي خاصة بالتحديث فقط. طيب لو انت اول مرة تستخدم الاداة، او لو حابب تستخدم الاصدار الكامل اللي موجود من الاداة، كل اللي عليك ان انت هتبدأ تحدد الاختيار التاني. الاختيار التاني هتبدأ تنزل الاصدار الكامل، وطبعا زي ما هو واضح كل واحدة فيهم مكتوب عليها. كل اللي عليك ان انت هتبدأ تضغط على الاختيار ده، هتبدأ تحميل الاداة من السيرفر الخاص بيها. وفي خطأ بيظهر عند الناس كلها الخاص بعدم اغلاق الويندوز ديفندر، فعشان كده هسيب الويندوز ديفندر شغال عندي عشان يبدأ يظهر الخطأ قدام الكل، ونبدأ نوضح ايه هي الطريقة المظبوطة اللي هنبدأ نشغل بيها الاداة. كل اللي عليك ان انت هتبدأ تضغط على الاختيار ده بعد ما تحدد الاصدار الكامل، وزي ما احنا شايفين هتبدأ تحمل معانا الاداة بالشكل ده. بكل بساطة الاداة وظيفتها ان هي بتنزل لك الملف على الديسك توب عندك بالشكل ده. كل اللي عليك ان انت هتبدأ تنتظر لحد ما الاداة تخلص عملية التحميل، وبكل بساطة الملف بينزل عندك على الديسك توب. طيب لو فتحت الاداة دي الاصدار ده اللي شغال قدامك وظهر لك اي اخطاء، ده بيكون بسبب ان السيرفر عليه ضغط من عدد التحميلات اللي بتتم في نفس الثانية اللي انت فتحت فيها الاداة. كل اللي عليك اقفل الاداة وابدأ شغالها تاني، هتلاقي التحميل شغال معاك بشكل طبيعي جدا. الاداة لسه نازلة والسيرفر بتاعها عليه ضغط كبير جدا. زي ما احنا شايفين بمجرد ما انتهى التثبيت، لو مشغل اي انتي فيروس عندك بكل بساطة هتبدأ تظهر معاك الخطأ ده. كل اللي حصل ان الاداة بعد ما نزلت زي ما احنا شايفين على الديسك توب ما قدرتش تعمل تثبيت بشكل تلقائي. كل اللي عليك هتبدأ تضغط continue وهتبدأ تقفل الاداة دي لان وظيفتها بكده انتهت، وهتبدأ تثبت الاداة بشكل طبيعي جدا لان هتكون نزلت عندك على الديسك توب. زي ما احنا شايفين هنبدأ نثبت الاداة بشكل طبيعي جدا. هنبدأ ننتظر لحد ما الاداة تنتهي معانا عملية التثبيت. بمجرد ما يظهر معانا اختيار فينيش بكده الاداة نزلت وتثبتت بشكل كامل. طبعا زي ما واضح هيظهر معانا ايقونة جديدة على الديسك توب بالشكل ده. هنبدأ نشغل الاداة بشكل طبيعي جدا. زي ما احنا شايفين بعد ثواني معدودة هتبدأ الاداة تشتغل معانا، وهتبدأ تفتح معانا القناة والموقع، وهتبدأ تشتغل بشكل طبيعي جدا. الاداة لسه راجعة، والاداة السيرفر بتاعها عليه ضغط بسبب ان ناس كتير حابة ان هي تستخدم الاداة. فمعلومة اخيرة حابب اوضحها في الفيديو ده، اللي هيستخدم الاداة دي لو فتحها وظهر اي خطأ، كل اللي عليك هتنتظر على الاداة ثواني وتفتحها تاني. زي ما احنا شايفين احنا جربنا نزلنا الاصدار الكامل وثبتناه، والاداة اشتغلت معانا بشكل طبيعي جدا. هنبدأ ننزل الاصدار الخاص بالابديت،
ده للناس اللي كان عندها اي اصدار من الاصدارات اللي فاتت وحابة تعمل تحديث فقط. بكده الاصدار الكامل من هنا يتنزل التحديث فقط من هنا. تختار حاجة واحدة منهم وهتبدأ تنزلها. احنا نزلنا الاصدار الكامل وتمام. هنعمل تجربة تاني للناس اللي كان عندها الاصدار القديم من الاداة وحابة تعمل تحديث فقط. كل اللي عليك ان انت هتضغط على الاختيار ده. هتبدأ تظهر معانا الرسالة دي. هتبدأ تضغط على اوكي. وبعديها هتبدأ تضغط على اختيار ابديت. زي ما احنا شايفين هيبدأ ينزل معانا ملف خاص بالابديت. كل اللي عليك ان انت هتبدأ تنتظر وبعديها هتبدأ تثبته بشكل طبيعي جدا. بكده يكون انتهى النقطة الجديدة اللي حابب اشرحها. وبإذن الله في الفيديوهات الجاية هنعمل شرح عملي على الأداة. ومستني التجارب بتاعتكم اسفل الفيديو ده. بس كده كان معكم عماد من قناة هفيدك.